أن له أخا يسكن معه في البيت وزوجته لا تستطيع أن تحتجب عنه، ويقول إنني لا أستطيع أن أؤمن مسكن لي ولأطفالي ولزوجتي ولأخي هذا، فكيف تنصحوننا؟ جزاكم الله خيرا. قوله إن زوجته لا تستطيع الاحتجاب عن أخيه هذا غير صحيح، بإمكانها أن تحتجب منه وأن يبقى معه في البيت، لكن لا تخلو معه، لا تخلو مع أخيه في مكان ليس معهما أحد. أما أن يكون معهم في البيت وفيه الوالدة وفيه غيرها من الأولاد، فبإمكانها أن تحتجب بأن تلبس اللباس الساتر وتحتجب عن أخي زوجها وتغطي وجهها وكفيها عنه إذا كان حاضرا، وإذا خرج فإنها تكشف عن وجهها وما جرت العادة بكشفه. الحاصل أن قوله أن لا تستطيع الاحتجاب هذا كلام غير صحيح، لأن الاحتجاب سهل والحمد لله. أن تبقي ثيابها على وجهها وعلى رأسها ويديها وسائر جسمها بحضور أخي زوجها، فإذا خرج فإنها تكشف ما جرت العادة بكشفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.